عقد مساء أمس رئيس هيئة المهندسين المعماريين في تشاد مؤتمرا صحفيا عرض من خلاله قائمة المعتمدين المهنيين في الهيئة. جرت المناسبة ببيت الصحافة بحضور وسائل الإعلام العامة والخاصة. تقرير زميلة فاطمة داود الحمر. لا شك أن المعماريين التشاديون يبذلون جهودا كبيرة لا يستهان بها في المجال الهندسي ورفع من مستوى المعمار في البلاد، الأمر الذي دعا بالحكومة التشادية باتخاذ قرارات وإجراءات حول منح فرص كبيرة للمهندسين التشاديين المتخصصين في قطاع المعمار، وذلك بالمساهمة في المشاريع التنموية بدلا من جلب مهندسين وعمالة أجنبية لتنفيذها. كان هذا هو المحور الأساسي للمؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء هيئة المعماريين التشاديين فيما يتعلق باعتماد بعض من المهندسين وإدراجهم في لائحة المعماريين. قلنا للمهندس ليجا المهندس ده بعد الدراسة 5 سنوات بعد بكالوريا وسنتين في التدريب قبل تقدم طلبك للمهندسين المعماريين عشان اللي يقبلوا، وده في دولة بالعالمية عشان عنا كل اللي نقو مستوى عن العالم كله ونقدر نرد لبلدنا ونقدر نساود بلدنا ونساود الشعب عشان للتطور وللتدمير عن البلد. ويمكننا القول بأن المبادرات التي اتخذتها الحكومة منذ العام 2007 بتسليط الضوء على المعماريين التشاديين في تنفيذ المشاريع ومشاركة الأجانب يعزز من مكانة المعماريين ويحثهم في الإبداع والعمل أكثر في الجانب الهندسي، مما يرفع من مستوى المعمار في البلاد. ويشار إلى أن عدد المنضمين حديثا في قائمة المعماريين 57 مهندسا من بينهم مهندستين.